قبل البرتغال عن طريق رونالدو 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 با 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 ضرب الجزاء فعلها الحكم روكي فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبان وضرب الجزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة حكم اللقاء يعلن ضرب الجزاء كريستيانو رونالدو بعد نهائيات يتعيد جول رونالدو يفتح مجال التسجيل للبرتغال يهتز الملعب وتهتز مدينة سوتشي تهتز لشبونة ويهتز البرتغال رونالدو يفتح مجال التسجيل أمام كوستا بابا كوستا 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 بابا بابا كوستا جول بابا بابا جول كوستا 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 عملاق أنت يا ديجو نعم وحده كرة عالية هل هناك خطأ سيدي حكم ماذا جول لديغو كوستا حكم المباراة جيانلوكا روكي يعرف بأن ديغو كوستا خداع يعرف بأن ديغو كوستا ماكر يعرف بأن ديغو كوستا كرة البعيدة من بيبي خطيرة وبابا خطيرة رونالدو بابا بابا جول 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 رونالدو يحدث زلزال في استاديوم وخطا بادح من دافيد دخيا دافيد من كره واحده من لعبه واحده من تسديده واحده ثنائيه تاريخيه لكريستيانو رونالدو ما هذه الاخطاء الفادحه في دفاع الاسبان ما هذه